لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم صل عليه. لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه. اللهم صل عليه. اسم النبي اللي دعا علينا وادعوا في الجنة يصلي بينا. صلوا عليه الخير يجينا. اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه أصحابه رضي الله عنهم، وكان يأتي رجل يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وله ولد صغير كان يلعب بين يدي والده في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي من خلف ظهره فيأخذه والده فيقعده أمامه. بعد فترة هذا الولد توفي، فحزن هذا الرجل وتخلف عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أيام، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتفقد أصحابه ويسأل عنهم، فأخبروه أن ابنه الذي كان يأتي معه توفي. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عزاه، ثم قال له: أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته سبقك إليه يفتحه لك؟ فقال: بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: شو اللي أحب لك؟ تتمتع بولدك في حياتك أو يسبقك إلى باب الجنة يفتح لك أي باب من أبواب الجنة تأتيه؟ فقال: بل يسبقني فيفتح لي باب الجنة. الولد أقرب ما يكون إلى الأب، وأعز إنسان عند الأب والأم هو الولد. يعني الأم والأبو ما في إنسان يتمنون يصير أفضل منهم وأحسن منهم وأجمل منهم وأكمل منهم في الحياة إلا الولد. الأبو دائما ود ولده يكون أفضل منه، حتى الأم تتمنى من بنتها أو ولدها يكون أفضل منها. فإذا ابتلاك الله عز وجل بفقد الولد فاعلم أن هذا بلاء عظيم والأجر أعظم، لأن مع عظم البلاء يزداد الجزاء والأجر. لذلك ما الذي يفعل الإنسان إذا فقد ولدا؟ هل الله عز وجل لما يأخذ منا أبنائنا أو أرحامنا أو أقربائنا يريد أن يعذبنا؟ أم حكمة من الله تبارك وتعالى؟ يا أحباب، في فقد الأبناء والأهل والأحباب رسائل من الله تبارك وتعالى للإنسان لك أنت. أولا، إذا فقدت ولدا، إذا فقدت أخا أما أبا، فاعلم أن الرسالة الأولى التي يوصلها الله عز وجل إليك هو اختبار، يختبر صبرك ورضاك بقدر الله تبارك وتعالى. وفي الحديث: إذا قبض ولد العبد توفي، الله عز وجل يسأل الملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول الله عز وجل: قبضتم ثمرة فؤاده. شوف الولد الله يسميه ثمرة الفؤاد، فيقولون: نعم. فيقول الله عز وجل: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني صبر. الله عز وجل يقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أول شيء اختبار لصبرك. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، رحمة من الله تبارك وتعالى، وأولئك هم المهتدون. اختبار الأول: هل تصبر أم تضجر؟ الرسالة الثانية من الله تبارك وتعالى في فقد الأحباب أنه كما مات من تحب فستموت أنت، ويفتقدك من يحبك، فاعمل لدار البقاء ولا تغتر في الدنيا. هذه الرسالة الثانية.
الرسالة الثالثة ألا تتعلق في أمر من أمور الدنيا، لأن أي شيء في الدنيا إذا تعلقت به تعلقا كبيرا ستفتقده، بل علق قلبك بالله تبارك وتعالى حتى تكون مشتاقا إليه. رسائل ثلاثة في فقد الأحباب: أولا اختبار لصبرك ورضاك بقدر الله تبارك وتعالى، فلا تضجر ولا تيأس ولا تحزن. الأمر الثاني هو رسالة لك بأنك ستموت كما مات غيرك. الأمر الثالث ألا تعلق قلبك في أمر من أمور الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ما سمعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه، اللهم صل عليه. لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه، اللهم صل عليه. اسم النبي اللي دعا علينا وادعوا في الجنة يصلي بينا، صلوا عليه الخير يجينا، اللهم صل عليه.